السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن طاهر، واليوم بصور لكم رايحين إلى البر. ويلا رايحين راكبين في السيارة بنروح. وين احنا؟ الحين برويكم واحد صديق في المدرسة وربيان البر. عرف عن نفسك. هذا محمد جعفر القريب. نعم. برويكم ابوه اللي يروح اللي عند الدباب اللي يروح لنا البر. عرف عن نفسك. بس والله محمد جعفر القريب. نعم. الحين برويكم واحد يانا عرف عن نفسك. اسمك وش عائلك؟ انا كيف والله عادل اقول لكم احنا الصح. شوف بس ما سويت لكم لانه كنا وبعدين قاعدين غرزوا فنين ما هم عارفين كيف يطلعوا اصلا، فجينا ساعدناهم ورحنا وراهم الفزعه وساعدناهم وطلعوا واحنا قعدنا. الحين طبعا بيستوي الغداء واصوب لكم الغداء تمام. ترى لايك واشترك في القناة ويلا مع السلامة.